بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهاردة، الفيديو بتاعنا عبارة عن طريقة عمل البسلة. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، دي المقادير معانا. هنا كمية من اللحمة مكعبات، طبعا حسب عدد افراد الاسرة او حسب المتوفر. لو مش موجودة بتستغني عنها وبتستعملي اي شوربة موجودة عندك او مرقة. ومعانا هنا كمية من البطاطس، يعني 3 حبات بطاطس كده متقطعين مكعبات. كمان معانا هنا بصلاية متوسطة كده مفرومة، ومعانا هنا كمية من التوم مناسبة، التوم بيديها طعم حلو كده وتست رائع. ودي البسلة طبعا انا كنت مفرزاها، وكمان هنا الجزر المكعبات انا مفرزاه، وعصير الطماطم. نروح مع بعض كده على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه خطوة بخطوة. وكده يا حبيبي احنا على البوتاجاز، زي ما انتم شايفين معانا حلة فيها 3 مكعبات من الزبدة، ومعاهم حبة زيت ذرة عشان الزبدة طبعا ما تحرقش. مستنيينها كده تسخن، ولما تسخن هننزل عليها بالبصل. هنزل كمية البصل بالله، وحط عليه رشة من الملح عشان تساعده في التحويل. بنقلب فيه لحد ما يسخن، وبعد كده هننزل عليه باللحمة. كده البصل زي ما انتوا شايفينه كده سخن، هنزل عليه بقى بمكعبات اللحمة زي ما انتوا شايفين. طبعا اللحمة دي مغسولة، اللي يحب يغسل اللحمة تمام، واللي مش بيحب بقى كل واحد ايه حسب ما بيرتاح حسب ايه وهو شايف الصح يعني. هفضل اقلب واشوح كده في اللحمه لحد ما كلها لونها يغير، وقبل ما لونها هيغير هروح نازله معاها بفص الثوم ده عشان ما اطولش عليكم، وهفصل الفيديو وبعدين هرجع لكم تاني. وكده حبيبي زي ما انتم شايفين اللحمه اتشوحت مع البصل، هنزل بقى في المرحله دي كده بالثوم عشان ايه اللحمة تاخد نكهة من الثوم ونتحمر معاها. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تحمر تاني، سنة كمان يعني عن كده عشان بس الثوم ايه يستوي، وبعدين هينزل عصير الطماطم. وكده هينزل زي ما انتم شايفين كده اللحمة اتشوحت مع الثوم ومع البصل، واحدة اتنين جميل كده، هنزل عليها بعصير الطماطم. وكمان هحط عليها معلقه صغيره من الصلصه، وهسيبها لما تتسبك. وطبعا كل شويه بتبصي عليها، احتاجت ميه بنزود ميه طبعا سخنه لحد ما اللحمه ايه تكمل سواها، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. وكده زي ما انتم شايفين يا حبايبي الطماطم اتسبكت، بس اللحمه طبعا لسه ما استوتش، فانا هزود كده زي ما انتم شايفين ميه مغليه من الكتل عشان اللحمه تكمل سواها. هي كده بقى لها تقريبا بتاع 1/3 ساعة، يعني ربع ساعة كده كمان ولا حاجة، وهنضيف بقى ايه الخضار بتاعنا فيها تكون ايه دخلت على السوا. نشوف المرحلة الجاية. وهنا حبايبي كده انا هبدأ اضيف البسلة، زي ما شايفين هي من الفريزر على هنا على طول، ما بسيبهاش تفوق،
اهي. وكمان هضيف كمية الجزر دي برضو زي ما انتم شايفين كده متلجة، بحطها مع الجزر قصدي مع البسلة وهقلبها واسيبها بقى لما تستوي شوية، وبعدين هنزل عليها بالبطاطس. وكده حبيبي زي ما انتم شايفين البسلة والجزر خلاص طاحين على السوا، بس الطماطم محتاجة ان هي تزود شوية مية عشان لسه هنضيف طبعا البطاطس هتستوي. اهو زودنا المية المغلية، وبعدين هننزل بكمية البطاطس اهي. نقلب كده، نسيبها بقى نكمل سواها ونظبط ملحها ونرجع لكم تاني. وده يا حبايبي كده كان الشكل النهائي لطبقنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، البسله بالجزر اهي والبطاطس، خضار الشتوي الجميل ده كله فوائد، وعملت معاها رز ابيض وبتنجان مخلل. واو طبعا حاجه تدفي وجميله ومفيده، وبالف هنا وشفا اللي هيجربها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.